نقلت وكالة رويترز عن مصادر في النيابة العامة السودانية قولها إن المجلس العسكري أقال النائب العام الوليد سيد أحمد محمود وعين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له. يأتي ذلك فيما دعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان قادة الحركة الاحتجاجية إلى مفاوضات غير مشروطة في وقت لا يزال التوتر سائدا بعدما خلف فض الاعتصام في الخرطوم عشرات القتلى. وجاءت عملية الفض على أثر انهيار مفاوضات سابقة بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية لعدم توصل الجانبين إلى اتفاق بشأن الشخصية التي ستقود هيئة الحكم الجديدة.